يا كمال النساء يا مظهر الوفاء ومنبع الصفاء يا موطن العطاء. خديجة الكبرى فاطمة الزهراء كذا العظيمة آسيا ومريم العذراء عائشة وفضلها فضل الثريد على الغذاء خير نساء العالمين وفضلهم عم الورى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حياة فاطمة الزهراء، الحياة المليئة. لما نقول حياة مليئة، فعلا حياة مليئة بأحداث وبأمور مهمة جدا يحتاج أن نتتبعها ونمشي معها. منذ ولادتها ونعومة أطفالها ولدت سيدة فاطمة الزهراء بين أبوين كريمين، أمها خديجة وأبوها سيدنا محمد، حب وألفة، خوات كريمات لطيفات خلوقات، زينب رقية أم كلثوم، بيت مليء. تعرف إيش معنى بيت مليء؟ صفاء، روحانية، أخلاق، ابتسامات، جمال. ثم وعمر 5 سنوات ينزل الوحي على أبيها، تتحول الحياة. هذا التحول عندما يراه طفل صغير في 5 من عمرها، صار هناك صلاة، صار هناك حوارات أخرى، صار هناك جدية كبيرة في الحياة. بدأت مرحلة الدعوة، الفتاة متعلقة بأبيها تعلق شديد جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها محبة كبيرة. ترى هذا التحول العجيب، بنت صغيرة لا تستوعب ما هذه الأشياء التي تحدث. أب كريم، لماذا هؤلاء المشركون يسبونه؟ لماذا تخرج من البيت تجد الشوك على باب البيت؟ تخرج يوم من الأيام فتجد أبوها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة، يأتي عقبة بن معيط هذا الشقي فيطأ برجله على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكاد يقتله، وتأتي فاطمة الزهراء وتدفع وهي تبكي وتصيح أبي أبي، ويحملها النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى البيت وهي تبكي وقد أهال التراب على رأسه صلى الله عليه وسلم. فتأخذ البنت الصغيرة تفلي شعر أبيها وتنظفه وهي تبكي، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا بنية، لا تبكي، فإن دين أباك بالغ ما بلغت الشمس. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون اليقين هذا في قلب فتاة صغيرة في 6، 7، 8 من عمرها وهي تشعر معاني الأمانة الكبيرة. وهناك حوارات في البيت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدتنا خديجة وهي تسمع كيف نعمل المصائب، كيف نتصرف مع هؤلاء الذين يتكالبون علينا، فلان يعذب، عمار، سمية تقتل، بلال يسحب. هذه الأحداث كانت تدور في البيت حوارات، فاطمة الزهرة كانت شريكة في هذه الحوارات في سن طفولة. نعرف هذه النشأة العجيبة، النشأة القوية التي نشأت عليها فتاة وسط هذه الأحداث. ودخلت الشعب مع أمها خديجة. كم كان عمر سيدتنا فاطمة لما دخلت إلى الشعب؟ كان عمرها 11 سنة، شيء صغير، 11-12 سنة، يعني في سن صغير. وكانت تتحمل الجوع حتى التصقت بطنها بظهرها من شدة الجوع ونحلت جداً. وكانت تتولى هي وأختها أم كلثوم تتولى تمريض أمها سيدتنا خديجة. في تلك الفترة هذه البنت فرحت بزواج أخواتها رقية وأم كلثوم، تزوجوا في فرح في البيت. قبل أن يدخل أزواجهن عليهن وهم أبناء أبي جهل عقبة وعتبة طلقوهم، رجعت رقية ورجعت أم كلثوم مطلقات إلى البيت، والبنت تعيش هذه الأحداث، فرحة ثم حزن، فرحة ثم حزن. وتهاجر رقية مع سيدنا عثمان بن عفان
قد زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن أول من هاجر بأهله بعد لوط عثمان ورقية، هذا البيت الطاهر النقي، حتى قالوا ما رؤيا أجمل من 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 عثمان ورقية في صفائهم لما تزوجها، في جمال طلعته وفي جمال طلعتها. البنت تعيش هذه الأحداث وتودع أمها خديجة بعد مرض طال في الشعب مع الجوع مع التعب، تتوفى أمها وهي لا تزال فتاة في قرابة 14 أو 15 من عمرها، وهنا تتحمل أعباء الأب، يحتاج إلى من يساند. زينب هناك متزوجة، رقية هناك في الحبشة، أم كلثوم قريبة منها في السن وهي تتعاون معها، وهي بنت مكسورة الخاطر مطلقة. سيدتنا أم كلثوم تعيش، سيدتنا فاطمة الزهرة هذه الأحداث. هذه الأحداث تذكروها معنا في الحلقات القادمة، لأنها سنذكر تأثيرها على حياة سيدتنا فاطمة الزهرة في جوانب جميلة بقيت في ذكريات فاطمة الخالدة في قلبها لأخواتها وللأحداث التي حصلت لهم، لأن الله سبحانه وتعالى يهيئ هذه الفتاة لشيء كبير. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وتركها في مكة هي وأختها أم كلثوم وزينب في بيت زوجها، والأب هاجر، الأم توفيت، رقية مسافرة، أخوانها الصغار توفوا، القاسم وعبد الله. أحداث كبيرة، أحداث عجيبة. وبعد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بمدة، أرسل زيد بن حارثة وأرسل معه أحد الرجال ليأتوا بفاطمة وأم كلثوم وبزوجته سيدتنا سودة، وجاء فأخذ سيدتنا فاطمة وأم كلثوم وحملهم على ناقة ومشى بهم. فخرج رجل من الأشقياء وهو الحويرث ابن نقيد، لما عرف أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم خارجات أراد أن يؤذيهن، وهذه لقلة النخوة، مع أن العرب عندهم نخوة في أنهم الواحد منهم لا يتطاول على المرأة، لكن هذا الرجل فقد النخوة، فقد الرجولة، فقد الشهامة، فقد كل شيء، الشرك، ومعه كذلك النذالة وخسة النفس. فخرج وهو حمل رمحا فأخذ ينخس البعير فتحرك، فسقطت الزهرة وسقطت أختها فجرحت بجروح وتألمت، حتى قيل أن أم كلثوم صار عندها استحاضة بسبب هذه السقطة وتألمت ومرضت. وسيدتنا فاطمة جرحت وخرج، وكم أكملا طريقهما إلى المدينة المنورة. فلما وصلت رأى النبي صلى الله عليه وسلم بناته في حالة وتعب وألم وشدة، شق على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر جدا، لأن هؤلاء بناته عزيزات على قلبه، هذه أم كلثوم، هذه الزهرة، بنات اللاتي ذقن العناء الشديد في سن مبكر من الحياة. فسأل عن ذلك فقالوا أن الحويرث ابن نقيد فعل وفعل وفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بعد سنوات، بعد 8 سنوات، وفتح مكة، قال من رأى الحويرث ابن نقيد فليقتله ولو معلقا على أستار الكعبة. فالذي حاز هذا الشرف في أن يقتل هذا الرجل هو سيدنا علي بن أبي طالب زوج فاطمة الزهرة، فكأنها سبحان الله أراد الله أن يشفي غليلها وأن يبرد قلبها بما فعل ذلك الرجل الخبيث معها في يوم هجرتها. فوصلت السيدة فاطمة الزهرة إلى المدينة المنورة لتجد أن هناك حياة أخرى، أن هناك نقلة، بعد أن كانوا في تلك الحياة حياة الخوف وحياة الشدة والمصاعب، ويحاط بهم من قبل المشركين، ووالدها في الأذى والتعب الشديد، الآن والدها يؤسس دولة الإسلام وتجتمع حوله قلوب مؤمنة مصدقة
وبدأت هناك ناشئة التعليم والتربية وبناء المسجد، وهكذا جاءت لتنتقل إلى المرحلة الأخرى من حياتها، لتكون كذلك هي تؤسس حياة جديدة ينشأ فيها بيت النبوة وبيت الرسالة، الذي حمل الأمانة وبقي فيه الخير إلى يومنا هذا، بل إلى يوم الدين. هذه حياة فاطمة الزهراء في المدينة المنورة، وما لاقت من أمور في زواجها، في ولادتها، في علاقتها العجيبة بوالدها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لنأخذ الدروس منها. سنتعرف على ذلك إن شاء الله تعالى في حلقتنا القادمة، عن تلك العلاقة التي كانت بين الزهرة وبين أبيها، وزواجها وزفافها رضي الله عنها وأرضاها، ونفعنا الله تعالى بها في الدنيا والآخرة. يا كمل النساء يا مظهر الوفاء ومنبع الصفاء يا موطن العطاء، خديجة الكبرى فاطمة الزهراء، كذا العظيمة آسيا ومريم العذراء، عائشة وفضلها فضل الثريد على الغذاء، خير نساء العالمين وفضلهم عم الورى، كانوا مثالا في العفاف، كانوا رموزا في الحياة، شموخ خير ناجهم نماذج الاقتداء. يا كمل النساء يا كمل النساء.